أنا في شارع محمد محمود دلوقتي، والجيش مسح معظم الجرافيتي اللي كان موجود. ده مثلا مكتبة الجامعة الأمريكية، مفيش أي جرافيتي خالص، ممسوح. ده شارع يوسف الجندي، كان فيه هنا حاجات بتطالب بإعدام المشير، اتمسحت. وبرضه الجرافيتي اللي هنا اهو اتمسح. كل ده اتمسح. اعتقد الجرافيتي الوحيد المتبقي هو اللي موجود عند المدخل بتاع ميدان التحرير هنا، اللي هو فيه صور الالتراز وسامبو، لكن كل ده اتمسح. مش مشكلة، هنرسم عليه تاني. من اول هنا بقى الجرافيتي ما اتمسحش، لسه موجود. هنا دي المنطقة اللي هو الجرافيتي لسه موجود فيها، واللوحات الجدارية بتاعت الشهداء الله يرحمهم. من أجمل الجداريات اللي أنا شفتها في الثورة دي، أتمنى فعلا إنهم ما يمسحوهاش. دي الجدارية الجديدة بتاعت سامبو. وده كده ميدان التحرير. والشعب يريد إعدام المشير.